الملايين يعيشون في خطر. الجفاف والفقر يهددان حياتهم. الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا مسار مهنتي. هذا البرنامج اللي بيركز على المهن المهمة في كندا، كيف دخول سوق العمل، ما هي حسنات هذه المهنة وسيئاتها، وأمور كثيرة وأسرار نفتحها لكم في هذا البرنامج فقط على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم سنتكلم عن مهنة مهمة جدا، وقد تكون من المهن اللي ممكن كثير من القادمين أو اللي بدهم يجوا على كندا يشتغلوا فيها إن شاء الله. هذه مهنة البلاط أو البليط زي ما بعض الناس بيحكوها، اللي هي يضع البلاط على الأرض وعلى الحيطة. عشان هيك اليوم معنا ضيفنا أخ عزيز وصديق الأستاذ أحمد المحمد. أهلا وسهلا فيك على كنار تي في. تحية لك وللجميع، وشكرا لك لإتاحة هالفرصة. شرف إنه أستاذ أحمد. أول شيء حابين نتعرف عليك أكثر. أنا بعرف إنك من سوريا، لو تحكي لنا شوي عن حالك، أنت شو كنت تسوي قبل، وين كنت عايش، إمتى إجيت على كندا، تفضل. اسمي أحمد المحمد، من سوريا، من مدينة حلب. نعم. من بعد هالحرب اللي صارت بسوريا طلعنا على تركيا. نعم. وبال 2016 سجلنا مشان نجي على كندا، والحمد لله تقريبا بال 2016 الشهر العاشر كان الامور صعبه شوي، يعني اول ما واحد يجي على بلد، لغه، طقس، ما في عائله، ما في جيران، يعني كل شيء مختلف. ايه، والحمد لله يعني هلا عنا 4.5 سنين، الوقت يمر بسرعه. ما شاء الله. من وين؟ من حلب حضرتك؟ من سوريا عن حضرتك؟ من حلب، من مدينه حلب، من نفس المدينه، من بلد التجاره والبزنس وال نعم. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا، واحنا بنتشرف بوجود اشخاص زيك في كندا. طبعا انت تعيش في مدينه اسمها هاريسون، صحيح؟ نعم، قرية صغيرة شمال غولف اسمها هارستون. هارستون. طب كيف جيت على هاي المدينة أو على القرية هاي؟ جينا عن طريق كفالة كنسية، يعني أشخاص هون، المجتمع يعني جابوكم على هاي، عن طريق الدولة، كفالة يعني مشتركة. نعم. وقبل ما نجي بشهر تقريبا صاروا يتواصلوا معنا الكفلاء، تقريبا إنن بين 10 و15 شخص. ولما نجينا عرفنا أنه نسكن بهالقرية، قال أنه أنا راح أشتري بيت وراح أشترى هالبيت وأجرني إياه، ولليوم أنا ساكن فيه. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا، وإن شاء الله بتكون حياتك كلها خير وبركة. طيب خلينا نتكلم عن هذه المهنة، مهنة البلاط أو البليط زي ما بعض الناس بيحكوها وباللهجات. هل أنت كنت بتمارس هاي المهنة قبل ذلك، ولا أنت تعلمت هاي المهنة هون؟ نعم، كنت يعني أشتغل بالبلاط أيام سوريا من حلب، وأنا صغير تقريبا بالإعدادي بدأت أشتغل معاون، يعني معاون بلاط، مثل نحن مثل ما يقول يعني نمناول، نعطي العدة، نعطي البلاط، نحن نسميها جبلة، الطينة، وكل واحد يسميها بلهجة شكل. هاي شغلتنا، ومن خلال هالشي نتعلم بعدين القص، تراقب المعلم شلون يشتغل، مع عدة معلمين اشتغلت لبين تقريبا 17 سنة بلشت يعني أعرف أشتغل بالبلاط. اشتغلت بحلب فترة، وبعدين صرنا نسافر، يعني نطلع برا حلب، سافرت على قطر،
اشتغلت بمجال تلبيس الحجر، هذا كله شغلنا خارجي كان، وطبعا غاز الحرارة كتير عالية طبعا. وبعدين سافرنا على ليبيا، اختلاف شوي بالمواد، اختلاف بال يعني مثل بليبيا يستوردوا كتير من إيطاليا، بسوريا نستورد مثلا من تركيا، وفي مصانع سيراميك بسوريا، يعني كل بلد إلى طريقته لبين ما جينا على كندا، هون طيب. الاختلاف كتير كبير. ايوه هذا السؤال بدي اسالك اياه قبل ما ندخل في المهنه، هل في اختلاف كبير بين البلاط او البليط هاي المهنه عندنا في بلادنا، خاصه انه معظمه على حيطان جبله، يعني حيطان طوب وهون نعم خشب، في نعم في الاختلاف؟ اختلاف هون، الاختلاف اكثر شيء بالمواد العازله، يعني اذا ما صار عزل قبل البلاط هاي مشكله كبيره، هون يسموها دامج، لا يعني ميكر راح يصير مشاكل، اذا صار تهريب مي الطرف الاخر من الحمام او المطبخ او وين هالبلاط مشكلة كبيرة، لذلك هون قبل ما نشتغل ممكن نقضيها نهار أو يوم يومين بس لأنه قبل البلاط، ما قبل البلاط يعني اللي هو العزل. هون. نعم العزل اوكي، وهذا تعلمت الطريقة هاي هون، تعلمت بقول طريقة العزل في كندا. نعم هون طريقة العزل تعلمتها بكندا، بدأنا أول شيء الحمد لله بالأرضيات، الأرضيات الغرف الممرات المطابخ ما فيها عزل لأنه ما في مي، بس لما بدأنا بالحمامات هي الأهم شيء بالعزل، صاحب العمل يحكي لي أنه هون مختلف لازم في مواد عازلة، البورد مثلا هذا يجي فلين مضغوط خفيف سماكه نصف انش تقريبا يعني سنتي وشوي خفيف وبس، ايه العزل هذا نركبه على الحيطان ببراغي، طبعا كل تقريبا 30 40 سنتي نحط برغي، وبعدين الزوايا يتعبوا بسيليكون يسموه كردي فيكس يعني، ومحل حتى البراغي نحط سيليكون لازم يتسكر. عشان المي. نعم. طب احكي لنا عن هاي المهنة الآن في كندا، هل هاي مهنة مطلوبة، هاي المهنة مش مطلوبة، شو مجال عملها؟ نعم المهنة هاي كتير مطلوبة، وخاصة هاي البيوت الحديثة عم بيحطوا لها كثير اضافات بلاط، يعني مدخل البيت، ارضيه المطبخ، غرفه الغساله، حمام من الارض للحائط للسقفيه، وحمام يسموه الباثتب يعني فوق الباث، وعندك المطبخ يسموه باك سبلاش يعني فوق الطاولات لتحت الخزن تقريبا مسافه 50 او 60 سنتي، هذا كله تقريبا البيوت الجديدة 90% بيحطوا هالسيراميك. نعم. طب انا احمد بدي اسالك سؤال، انت اجيت هل تعرف لغه انجليزيه؟ نعم. هل تعرف لغه انجليزيه قبل ما تيجي على كندا؟ الامور العزل؟ اللغه الانجليزيه؟ لا اللغة. لا ما كنت اعرف، لما جيت على كندا نحن انا دارس الصف التاسع. تقريبا تعلمنا الحروف الأرقام أيام الأسبوع يعني، وطبعا من مدة الإعدادي لمدة جيت على كندا مسافة يعني منيحة من السنوات، كنت نسيان لأنه ما في استخدام، خاصة في بلد عربي ما في استخدام للإنجليزي أو مجال لغة يسموها ESL class يعني second language، اتعلمنا تقريبا فترة منيحة 6 شهور
وترى اللغة طورت فيها بمجال العمل، يعني بالعمل صرت أتعلم لغة أكثر من المدرسة. حلو، اللي بتشتغل معهم عرب ولا لا؟ لا لا، اللي بشتغل معهم كلهم كنديين، والزباين كنديين. ما في عندك خيار، بدك تتعلم. ليش؟ لأنه عم تسمع وتستخدم اللغة، ما في خيار تاني. لذلك أنا قلت هون الكفلاء النيو كامر ولاتون، يعني القادم الجديد، إذا يجي على قرية صغيرة يتعلم إنجليزي، وبعد إذا ناوي ينتقل للمدينة ليشوف يعني مجتمعه، يشوف محلات عربية، مسجد كذا، ما في مشكلة. بس يجي على المدينة راح يخسر اللغة. طيب، وهي حاصلة الشغلة بكتير من مع كتير من الناس. طب اللغة، لغة العمل يعني backslash، التولز اللي بتستخدمها كلها تعلمتها من الشغل تبعك، ولا كنت تستخدم مثلا قاموس أو إشي زي هيك؟ لا، مش الشغل. مثلا أنا بأشر أول ما جيت، ما بعرف يعني، خاصة العدة، حتى الأنسة المدرسة ما تعرف العدة. يعني في شغلات باللغة لازم يعني يصير عندك يعني متابعة مع صاحب عمل، مع رفيق عمل، زميل، تتعلم. لليوم لسه في كلمات عم بتعلمها جديد لليوم، يعني واحد ما يخلص التعليم. نعم. طب سؤالي أحمد، أو سؤال جميع المشاهدين الآن، هل هذه المهنة تحتاج إلى رخصة معينة، ولا ممكن تدخل سوق العمل بناء على خبرتك؟ هذا سؤال جيد. أنا سألت صاحب العمل أنه إذا بدها رخصة، قال لي خبرتك هي الرخصة. يعني أول يوم يومين ثلاثة سوى تجربة، مثلا قال لي اشتغل هالغرفة، اشتغل هالمطبخ كذا، هاي هي يعني رخصتك. ما في رخصة هون يعني للبلاط. هون بكندا للآن ما في رخصة للبلاط، مثل الممدد الماي ولا الكهربائي بدهم رخصة، ولا العمار، بس البلاط لسه ما له رخصة. يعني بناء على خبرتك، إذا أنت بتعرف نعم، على خبرة وتضيف لها خبرة كندية من 6 شهور لسنة، يعني حسب تنوع العمل، لا يعني تقدر تحصل على الخبرة الكندية. يعني أقل من 6 شهور ما تقدر تحصل على خبرة كندية. طب اللي ما عنده خبرة، هل ممكن يتعلم هاي الصنعة من 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 اللي ما عنده، يعني اللي ما عنده ما هو مشتغل قبل أو ما نهائيا، هل تتوقع ممكن يتعلمها؟ ممكن يتعلم، بس يا ترى يعني ممكن يلاقي مجال انه يعني يروح يشتغل مع شركة ارضيات او تبليط او ستور، يعني فيه مثلا سيراميك، لبيع السيراميك. هل يا ترى مثلا راح يوافق يشغله ويقول له تفضل وراح اعلمك؟ ما بعتقد هالشيء هون في كندا. طيب يعني خبرتك هي كانت السلاح تبعك، هي اللي ساعدتك؟ نعم. على يعني بصراحة أنا لما بدأت مع معلمي ما عندي إنجليزي، يعني يمكن ليفل، بس اللي غطى علي وخلى المعلم يصبر علي الخبرة. طب بشكل عام احكي لنا عن هاي المهنة، هل هاي المهنة مطلوبة في كندا ولا لا؟ نعم، هاي المهنة يعني فنية، يعني البلاط فن. وإذا تروح مثلا على بيت، أول ما تروح على بيت مثلا راح تشوف المطبخ ونظافته من خلال السيراميك، من نظافة الحمام من خلال السيراميك. يعني مهنة مطلوبة جدا بكندا، وحتى في أصحاب بيوت وخاصة الصغار بالعمر الكنديين، مثلا بده يبيع بيته يبعت علينا نشتغل له حمام، نضيف له اضافات سيراميك ويعلنه للبيع ويضيف عليه مبالغ منيحه للبيت، يعني حتى يعني يساعد على البيع والشراء. حلو حلو حلو. طيب في سؤال من سام بسألك، هل عندك شركه او محل لوحدك ولا بتشتغل عند احد؟ انا بشتغل عند احد، وعن طريق صديق زميلي بالعمل، يعني أيام
اولاد هاند يعني، بروح بعطيه مساعده كذا يعني لحالنا، عرفت؟ بس بشكل عام بشتغل دوام كامل بشركه. حلو، هل في فكره انك تفتح لحالك في المستقبل ولا لسه؟ ان شاء الله يعني كل واحد عنده طموح للافضل ان شاء الله. طب هل فتح شركه زي هيك تتوقع صعبه ولا لا؟ لا لا ما هي صعبة. هلا أنا ممكن مو مثل هالشركة اللي عند مثلا الشخص اللي بشتغل معه، ممكن بس يعني مثلا بلاط وكارت، ومثلا على السوشيال ميديا، على الانستغرام فيسبوك تحط اعلانات، حلو. ممكن هاي. بس انه مثل يعني وبدك توصي اوردر واكثريه البضاعه ممكن تجي من امريكا، صعب علي. اوكي، يعني هاي الشغلة. طيب احكي لنا شوي عن حسنات هاي المهنة وإضافة إلى سيئاتها في كندا. هلا حسنات المهنه كثيره، يعني كثير حسنات المهنه. تعز صاحبه هاي المهنه يعني. هون مثلا بالمنطقة كلها ما تلاقي مثلا يعني صاحب العمل عندي من فترة طويلة عم بدور على معلم بلاط تقريبا سنة ونص، بعدين لقى واحد كندي اشتغل معه 3 أسابيع، وبعدين لأنه ممكن هو كان بيشتغل ولحسابه الخاص افضل له من الشغل عند مثلا الشركات. يعني هاي من محاسن انه تعز صاحبه معرفات هاي المهنه الحمد لله. هل في لها سيئات؟ ما لها سيئات، وجع الظهر والركب. نعم كثير. يس. طيب هل بتحاول انك تقي نفسك؟ في شيء بتساعدك؟ بتحط مثلا مشدات على الركب او شغلات ارضيه عشان ما تضغط على ركبك؟ هل بتسوي هاي الشغلات؟ يعني هاي حماية للركب، ولما نشتغل بالأرضيات يعني استراحة، يعني الشغل الأرضيات. وبشكل عام نوزع مثلا هالأسبوع نشتغل أرضيات، الأسبوع اللي بعده مثلا لما صاحب العمل يبعثنا على شغل مثلا حمامات حوائط، إيه ممكن يعني تساعد شوي. بس إنه مثلا شهر شهرين بس أرضيات مشكلة. تتعب. طيب هل تعرف في جامعات أو كليات على حسب علمك؟ إذا ما بتعرف قول لي ما بعرف. بتدرس هذا الشيء؟ في تدريس إلها؟ هلا انا بس كمان حكيت مع صاحب العمل بهالموضوع، اقترحت عليه انه ليش ما نساوي مثل معهد او مثلا مكان نعلم الطلاب الثانوي اللي بدهم انه مثل بلاط، وعم بفكر بهالموضوع يعني بجد عم بفكر بهالموضوع. طب أحمد، ممتاز، فكرة رائعة. يعني أحمد بدي أسألك سؤال، هل خبرتك اللي في الدول العربية عملتك متميز في البلاط؟ يعني هل في شيء جديد ممكن تدخله أنت على هاي المهنة في كندا؟ طبعا الخبره والسنين الخبره بالدول العربيه ولا بالسنين تساعد كثير طبعا. يعني كثير اتعرض من الزبائن لاسئله عن نوعيه المعجون الجراوت يسموه، عن كيفيه مثلا التبليط، مثلا ايام نحط البلاط نحن نسميه عمار مثلا نص نص البلاطه، او الخطوط على بعض، او تحط رسمات الوان معينه. هاي كلياتها 90% الزبون يسال المعلم البلاط ما يسال صاحب الشركه. ايام نسوي تعديلات على البيبر وورك. حلو حلو. لما نروح العمل ورق يعني مثلا 3 4 ورقات مكتوب العنوان، مش لازم اخذ مواد، هي كلها المعلم يساوي. انا يعني احمل بسيارتي الشغل ونروح على صاحب الشغل، اول شيء نتعرف مثلا نقول له انا احمد من الشركه الفلانيه جايك بشان مثلا
نبلط لك الحمام او نبلط لك المطبخ، يكون هو على استعداد، يكون الشركه عطيته يعني قبل بوقت بيوم او الصبح بكير، انه هل الانسان مثلا ما يحب الكلاب، اللي عنده كلب يشيله على طرف، هون ما عندهم مشكله يعني عادي، هون حريه. نروح بعد ما نتعرف، انا في عندي تعليمات مثلا على الورق البيبر وورك، انه ايش لازم اشتغل، بس انا يعني على التاكيد بسال الزبون، وبشكل عام الزبونه، الزبون الرجل ما له كلمه بشكل عام. 90% النساء متحكمات بهالموضوع. حلو. مباشره نروح على المعلم الكبير. ضيعت أيوة. وقتك. انه هالبلاط مكتوب هيك فورا، يعني 90% ايش رايك، انت بروفيشنال، انت عندك خبره، ايش رايك ايش كذا، ان نحط لهم مثلا 4-5 بلاطات بهالشكل، 4-5 بلاطات بهالشكل، بستنى للزبون يعطيني الراي، بعدين اذا رايي يناسب راي كمان يرتاح الزبون. يعني هيك طريقه العمل، هاي امثله طبعا. طيب ممتاز. في كم سؤال من المشاهدين حابين نسألك إياهم. كم طبعا تقريبا الدخل بالساعة؟ ارجعي للسؤال. كم الدخل، قديش بتفعولك بالساعة تقريبا، يعني مش شرط 100% تقريبا. أول ما واحد يجي على العمل يبلشوا يعني ب 22 ولا ب 20، وممكن توصل لل 40-50. حلو كويس. نعم. يعني كويس دخلها. طيب في سؤال، هل بيقدر الواحد يتعلم من اليوتيوب؟ صعب، لازم تمسك بايدك صح؟ نعم، هي المهنة فنية، قلت لك فن، بدها ممارسة وبدها حركة ايد وبدها ذوق كتير المهنة هي، لانه على خلل بسيط يعني ميلي ولا ميليين اي شخص يعني راح يشوفه بالعين. يعني هي بدها شوية خبرة أكيد، يمكن الأساسيات يمكن تأخذها من اليوتيوب، بس العمل بيعطيك خبرة أكثر. في سؤال بقول البلاط اللي بنشوفه في محلات البلاطات زي رونا بيختلف عن بلاط بلادنا، مثلا هو بيحكي في الأردن بنباع بالحبة، هل البلاط فعلا بيختلف بين الدول؟ شعرت فيه انه في بلادنا بيختلف عن بلاط هون بالقدم المربع ينباع البلاط، يعني الحمام مثلا ببلادنا نقول 12 متر مربع، هون يقولوا 50 سكوير فيت بالهذا بالقدم المربع، يختلف البيع والشراء عن بلادنا طبعا. طيب أنا بدي أسألك سؤال، هل في عندكم إنشورنس تشتروه لا سمح الله صار معك مشكلة في العمل، صار معك مشكلة في العمل أو صار مشكلة في شغلك والزبون مش مرتاح إلها، هل في إنشورنس تشتروه لذلك ولا مش شرط؟ ما فهمت السؤال، تقطع الصوت تقريبا. في تأمين بتشتريه أنت عشان تأمن على شغلك، إذا ما عجب الزبون ترجع تسوي له إياه ولا؟ لا، صاحب عمل عنده تأمين. أنا بعتقد أنت قصدك على تأمين بشكل عام، في تأمين ده السؤال أنت قصدك؟ التأمين نعم نعم نعم، يوجد تأمين بالشركة اللي نشتغل فيها طبعا، وفي بنفيت يعني تأمين عليك. ايه هذا نعم اسمه long term disability يعني. لا لا لا، انا بسأل على تأميني على الشغل. تأمين شامل؟ تأمين على الشغل تبعك، يعني صار مثلا ما عجب الزبون بده يكسر البلاط كله، هل في تأمين على ذلك؟ هلا اذا التأمين هو الزبون في اتفاق مالي دخل، لما صاحب الشركة يقول لي اشتغل بهالطريقة والزبون متفق معه على هالطريقة ونحن ما عندنا أي خطأ والزبون ما عجبه العمل،
هذا هاي مشكلة الزبون مو مشكلة الشركة، بس تقريبا ما صارت بهالأربع سنين معي ولا مرة هالشغلة. اليوم أبى أشتغل مالمر، يعني تقريبا بعيدة من هون ساعة تطلع الشغلة. سألت صاحب العمل عن راح أشتغل أرضية حمام، إنه بأي جهة بده البلاط، البلاط مثل البلاط الخشبي 15 سنتي ب60، بأي جهة مثلا أول ما تفوت على الباب على باب الحمام. أم قال لي لا بالعرض تابع الخشب، الخشب البرة الحمام. اشتغلت 10 بلاطات يوميتها آخر اليوم ومشيت على البيت. اليوم رحت الصبح تابعت، اجاني الظهر صاحب العمل قال لي ما عجب زوجتي الجهة، الجهة البلاط ما عجبت زوجتي، بس هو قال يعني تأخر الوقت لأنه كنت مخلص يعني امبارح 10 بلاطات واليوم نص الحمام. وطبعا على طلبه لو قال لي فك الشغل راح اتصل بصاحب العمل راح يقول لي فكه، بس صاحب العمل راح يسجل عليه ساعات زيادة. واضح واضح. طيب عادة الماتيريالز انتو بتشتروها ولا صاحب البيت بيشتريها؟ نعم المواد انتو بتشتروها والبلاط ولا صاحب البيت؟ بشكل عام بشكل عام الكاستمر الزبون يجي على المحل لأنه هو صاحب هذا العمل، عنده محل معرض، معرض سيراميك نسميه، عنده أنواع سيراميك بس عرض. الزبون اختار نوعية من البلاط، الكمية يكون صاحب العمل يكون رايح قبل يوم شهر شايف كم متر أو كم قدم، يسوي له أوردر توصية ويجي البلاط. بشكل عام المواد كلها من عنا، من مواد لاصقة للألواح العازلة للبراغي للسيليكون للبلاط بكل أنواعه كلها من عنا هاي. طيب عادة هل تعطي كفالة على شغلك؟ يعني كفالة شهر سنة قديش بتعطي؟ نعم كفالة؟ نعم هلأ أنا بالنسبة إلي ولصاحب الشركة إذا أي خطأ لو مثلا نروح نصلحه ما عندنا مشكلة. صاحب الشركة كتير يهتم بالزبون، يعني نفوت على البيت مثلا فتنا على مطبخ عندنا مثلا مواد أو غطاء نحطه مثلا على طاولات المطبخ، نمد غطاء مثل موكيت أو كذا هالزوايد عندنا على الأرضيات، نحافظ على البيت على الأرضيات الخشب على الطاولات على الخزن على كل شيء على الحنفيات نحافظ على كل شيء. ولما نطلع نفس الشيء نسوي تنظيفة كاملة مرة. تفضل. مرة زبونة اشتغلت لها مطبخ وعند الخلاط تبع المي يعني غالي جدا غالي مثل مطعم بنحاس، وممكن وأنا بالشغل وأنا بشتغل صبت لها الخلاط مسافة نص إنش، هون يستخدموا الانش تقريبا سنتي، جرح بسيط يعني خدش، تصورت الخلاط وبعتته لصاحب الشركة. الصبح قال لي هذا الايميل وصلني انت صبت الخلاط، انا صبت خلاط، قال لي راح نبدل له اياه، وراح صاحب الشركة اشترى واحد جديد. يا نعم هاي مهمة. طب هل انت تعلمت هاي الشغلات في كندا كيف تتعامل مع الزباين كيف تحكي معهم؟ نعم هون التعامل معهم غير طريقة بلادنا، يعني هون الزبون اول ما تفوت بده انا بدي اذا في زباين هلا مثلا بالكورونا في زباين يطلبوا منا نرتدي القناع الغطاء الوجه طول أننا موجودين، في زباين لا ما عندهم مشكلة يعني حسب الزبون، بس بشكل عام يعني تعلمت هالشي بكندا. نعم حلو 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 كويس. طيب أنا بدي نصيحتك أحمد لكل شخص بده يمارس هاي المهنة، شو بتحكي له؟ شو النصائح اللي بتحكي له يعني؟ أول شيء تعلم هاي المواد العازلة كتير ضروري،
لأنه بهالأربع سنين صار خطأين الحمد لله مو معي بس تابعين للشركة، صار تهريب ماي، صاحب الشركة راح 4 أو 5 مرات ويفك البلاط ويرجع البلاط ويتابع تهريب المي. يعني هاي مشكلة كبيرة، لازم يتعلم العزل تقريبا 3 طرق، من الحوائط يكون جاهزات، الدراي وول يكونوا جاهز وما بده يفكه صاحب البيت، تدهن مواد عازلة يا يجي لونه أحمر يا أخضر، وجهين يعني تدهن تعيفة مثلا ساعة تشغل المروحة وترجع تعيد الدهان، هذا يعني ممكن. وفي تشيل البول وتحط هذا البورد الكردي بورد، قلت لك نص انش سماكته، هذا فلين مضغوط، هذا كمان يعني هاي أحسن طريقة وأنا بفضل هاي الطريقة. يعني تعرف أنه أنت الحائط السماكة كلياتها عازلة، مو بس مثلا قشرة بسيطة. وفي طريقة ثالثة كثير، مثل قماش عرضه متر وطول يعني مفتوح، لاصقة تبعي سيراميك بس خاصة لهالقماش، نعبي حيط بالمادة اللاصقة ونحط هذا القماش على الحيط، هاي شغلة ثالثة. بس أنا بفضل البورد الفلين المضغوط، هذا أفضل شيء. هذا جاهز بكون بتحطه بتركبه بدل الحيطة العادية صحيح؟ بده يشتغل بهالشغلة يتعلم العزل، هذا أهم شيء. نعم. طيب اللي جاي من بلادنا وحابب يشتغل هاي الشغلة، هل بتشجعه إنه يتواصل مع الشركات ويشتغل معهم ولا يبدأ دايركت يشتغل لحاله؟ لا يتواصل مع شركات، وإذا يشتغل مع شركات كندية ويكون عنده زملاء كنديين بشان يعرف طريقة الشغل، لأنه لو عنده خبرة 10 أو 20 سنة تختلف عن بلدنا، بيوتهم تختلف، الحوائط تختلف، تفكيرهم كله يختلف وطريقة التعامل والماتيريالز. نعم. والمواد يعني مثلا هون في مثلا بالحمامات بعض الحوائط نحط نيش نسميه، وهو عبارة عن مثلا نافذة صغيرة بس داخل الحيط، هذا تحط عليها الشامبو، يعني داخل مستوى الحيط، هي اسمه نيش هون يسموه. هذا ما تحسن تحط هالنيش بجل الحوائط، في حوائط فيها انسليشن، فيها عازل البرد، إذا أنت تشيل هذا العازل وتحط النيش بده البيت كلياته يصير بارد. يعني كمان في طرق لهالأمور. لا ما شاء الله عليك، شكلك عندك خبرة ممتازة في هذا الموضوع. طبعا أنا يعني بفتخر بالأشخاص اللي عندهم خبرة في بلادنا وبيعرفوا يشتغلوا حرفة معينة وبيجوا هون بتعلموا الحرفة هاي أو بيعرفوا أسرار الحرفة في كندا، فبيبدعوا بالطريقتين، لأنه الشغل في بلادنا له تقنيات بيختلف، والشغل في كندا في كودز، في أسرار، في أمور الواجب عليك اتباعها، زي موضوع العزل مثال حكينا احنا، في موضوع الكهرباء، المسافة، في أمور قانونية لازم تتبعها انت كواحد تشتغل في هذا الموضوع، فلازم تتعلم هاي الشغلات. أخي أحمد، أنا طبعا فخور كتير فيك وببارك لك بنجاحك في هذا البلد، أنت قصة نفتخر بها، وقصص اللي مثلك كتار ما شاء الله من إخواننا اللي إجوا من الدول العربية ومن سوريا ومن الأردن من فلسطين من الشام من بلاد شمال أفريقيا دول الخليج، نفتخر فيكم جميعا، لأنه فعلا أنتوا بتبينوا الحرف العربي قديش بيقدر يتأقلم مع السوق الكندي. أنا بدي أعطيك في النهاية آخر دقيقة إذا بتحب توجه أي رسالة للجمهور، بنتشرف بسماع. اللي عنده مهنة بس يتشجع يتعلم شوية إنجليزي، ومعه بالتعامل مع الناس مع زملاء المهنة رح يتعلم، وما في شيء صعب، يعني بس بده وقت، يعني يصبر على نفسه الإنسان بمهنة البلاط وبغير مهنة.
والله الموفق آخر شيء. الله يوفق الجميع، والله يوفقك أستاذ أحمد. أنا باسم كنار تي في وباسمي شخصيا وباسم جميع المشاهدين اللي تابعوا أو حيتابعوا هذه الحلقات على اليوتيوب تبعنا أو على الفيسبوك، بنشكرك جزير الشكر وبندعو لك بالتوفيق والنجاح. انت حكيت لي قصة انه السبونسر تبعك قرر انه يجيب اخوك الان، صحيح؟ نعم الحمد لله. من نجاح بهالمهنة المعلم مع السبونسر مع لها قرروا انه يجيبوا اخي، طبعا اخي لانه يشتغل بنفس المهنة وهن الموجود بكندا، هاي دليل تاني انه يتشجع لانه هن بحاجة لناس من برا كندا، ما بالك انت بكندا وعندك مهنة، لا تخبي هالمهنة، طالعة واتكل على الله والله الموفق. الله يوفقك ونتمنى اخوك يجي بالسلامة ان شاء الله، ونتمنى لكم، نتمنى انه اراك واسلم عليك لاني انا بفتخر بالاشخاص اللي زيك. بارك الله فيك ونتمنى لك كل التوفيق، شكرا مرة تانية لك. تصبحون على جميع الأخوة العاملين بالقناة ولجميع المشاهدين، شكرا لك. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.